السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم كما كتشوفوا جايبه لكم وصفه جديده تاع كراتان بالخضار وباللحم المفروم ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا، اول حاجه كنديرها هي كنشد انا الدنجال، كننقيه شويه نص تقريبا، كنحيد له شويه القشره، ومن بعد كنقطعوا دوائر على هذه الطريقه كما كتشوفوا، ما يكونش دوائر غلاض وما يكونش دوائر رقاق. ان شاء الله نشدوا واحد اللاطه او هذا واحد اللاطه اللي غندخلوها الفرن. ندير هنا شويه، نديرو هذاك بابي سولفوريزي، وكنديرو اللي بغى يدير يستعمل شويه زيت الزيتون، او اللي ما بغيتوش يدخلوه هكاك الفران، احسن زيت الزيتون حيت الدنجال شويه كيكون ناشف. كندهنوه وكنحطوه في هاد اللاطه وكندخلوه ان شاء الله للفرن. هنا ندخلوا اللاطه ديالنا الفرن، وهنا كما كتشوفوا نقيت تقريبا، تنقيو شي 8 الحبات تاع البطاطس، وهنا عندي تقريبا واحد جوج بصيلات، او تقدروا ديروا بصله وحده اللي ما كيبغيش البصله، المهم انا تقريبا جوج بصلات صغار ماشي كبار. هندوز ان شاء الله هنايا باش نقطع البطاطس ديالي اللي هنسلقها تقريبا نصف سلق. هندوز نقطعها دوائر، ما يكونوش يعني ما يكونوش عراض وما يكونوش رقاق بزاف، حيت فاش تسلقوهم في يعني نسلقوهم نفس سلقة باش ما يتشتتش لينا ديك البطاطس. حاولوا ديما ديروهاش رقيقه بزاف، ديما متوسطه العرض ديالها يكون متوسط. على هذه الطريقه نقطعوا البطاطس ديالنا كامله، وهنحطوها في واحد الاناء فيه الماء، ونحطوا البطاطس ديالنا باش تغلى في الماء. ضروري ديروا فيه الملح باش ما تجيش ديك البطاطا تجي لكم باسله، ضروري الماء فيه الملح بحال هاد العرض هكا تاع البطاطس كما كتشوفوا. تقريبا 8 حبات البطاطس متوسطه عندي هنا، نصف فلفل احمر، نصف فلفل اصفر، ونصف فلفل اخضر. نشدو نقطعهم على شكل طولي، ومن بعد نقطعهم مربعات. البصله ديالي قطعتها حتى هي مربعات كما كتشوفوا حدايا. هنقطع كاع الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر والفلفل الاخضر كاملين نقطعهم مربعات صغيره. شوفوا حبيباتي، انا حنا عندنا البصله هنايا حمراء، بصله خضراء صفراء حمراء، عندينا التحميره، الكمون، هذيك هادو لي زيبيس تاع الكفته مهمين كيجيو زوينين في هاد الحشوه تاع الكفته. عندي الابزار، عندي الخرقوم، وعندي الكفته ديالي اللي غنستعملها. عندي هنا الملح، الثوم الا ما كانش الثوم، هذا الثوم بودره، وزيت الزيتون. الا ما عندكمش ديروا الثوم العادي. هنا هندوز ان شاء الله باش ندير المقادير ديالي، وبالطبع القزبر المعدنوس ما ننساوش، لان القزبر هنديرو حتى الاخير، هنقطعو ونديرو حتى الاخير شويه القزبر شويه المعدنوس. ندوزو ان شاء الله للطريقه. هنا بس ما ننساش حبيباتي، كاين عندنا هنايا الطماطم، واحد الطماطم مقطعه مربعات، زائد معلقه كبيره تاع المعدنوس ومعلقه كبيره تاع القزبر، وخلطوهم هنستعملوهم حتى الاخير حتى نطيبوا الكفته ديالنا. هنا كما كتشوفوا ناخذوا في واحد المقلات، نديروا زيت الزيتون تقريبا واحد ربع كاس صغير تاع زيت الزيتون، او تقريبا ثلاثه المعالق كبار تاع زيت الزيتون. هذاك البصل ديالنا اللي قطعناه واحد مربعات صغار، حاولوا ديروا البصل مقطع مربعات صغار ماشي كبار، باش ما باش دغيا يعني باش دغيا يتشحر لكم. نخليه هنا يتشحر، من بعد ما تشحر كما كتشوفوا كنزيدوا الملح ديالنا. من بعد ما ضفنا الملح نضيفوا هنا الكفته ديالنا، يعني تشحر، كتشوفوا داك البصل ديالكم دبال او يعني تشحر مزيان، طاب يعني مزيان. كتدوزو هنا كديروا الكفته ديالكم، هنا تقريبا الكفته راه على حساب، تقدروا ديروا نصف كيلو او 500 غرام تاع الكفته على حساب هذا، لان الكراتان فيها يبغى جوج طبقات، يلاه تكفيكم 500 غرام، يعني نصف كيلو كفته او 500 غرام كفته،
هنا التوابل اللي قلنا يعني الفلفل الأحمر، عندنا التوابل تاع الكفتة، الخرقوم، الكمون، البزار، الملح. والتوابل الكفتة كيبقاو اختياريين، اللي بغى يديرهم او اللي ما بغاش يديرهم استغنى عليهم، يديروا غير التوابل العادية يعني الفلفل الأحمر والخرقوم او الكركمة، او نديروا البزار والملح والكمون. هنا كما كتشوفوا درنا الثوم بودرة، اللي ما عندوش ثوم بودرة يستعمل الثوم العادي، تقريبا 2 فصوص ثوم الى 3 فصوص ثوم. كنخلطوا المقادير كاملين مع الكفتة، كتشحلنا شوي الكفتة، كنديرو عاد نديرو هاد الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر والفلفل الأصفر مقطعين مربعات، يعني حتى كتشحل الكفتة عاد ديروهم. بعد ما كتشحلنا الكفتة شوية مع داك الفلفل شوية كتشحرو، كيدخلهم شوية طياب، عاد كديرو الطماطم ديالكم اللي مقطعة مربعات، يعني حتى كتشحر مزيان، ما تديروش داكشي متابع، كيتشحروا شويه وهكا يعني يطيبوا شويه، عاد كتزيدوا داك الطماطم ديالكم وتخلطوها مزيان وتخليوها تاني تتشحر، حيت الطماطم كتطلق شويه الماء ونيت على ما تدخل في المكونات. هنا كما كتشوفوا الاناء اللي درت فيه البطاطس اللي كتسلقها، وهي يلاه بدا كيسخن البطاطس ديالي، وديما ندير شويه الملح مع البطاطس باش ما يجيش البطاطا يعني مسوسه، ما تجيش. نصف سلقه وهنحيدوها من هذا ونصفيوها. هنا دزت حيدت اللاطه ديالي تاع باذنجان، والبنجال كما كتشوفوا دخلته غير الفرن، ما غطيتوش، خليته هكاك، وهو بحال الا يعني صحي، ما كتقليوش في الزيت ويشرب لكم الزيت بزاف. احنا محمر وزوين داك البنجال. هنا درت نصاوب صوص بيشاميل اللي معروفه، كديروا الزبده تقريبا يقول لكم شي 4 ملاعق تاع الزبده، 4 ملاعق كبار تاع الزبده، كتخليهم يدوبوا، ملي يدوبوا لكم كتقريبا كتزيد واحد تقريبا نصف كاس تاع الدقيق الابيض، ديروه معاهم وتخلطوا هذيك الزبده مع داك الدقيق الابيض على عافيه مهيله، عافيه مهيله، وانتم كتخلطوا هذاك حتى كيولي بحال شي بوماد. من بعد كتزيدوا هذا الحليب ديالكم، تقريبا هنزيد انايا هنايا شي 500 ملل تاع الحليب، ولا بغيتو تقريبا ديك 400 ملل تاع هي 500، اللي بغى يكثر يدير ديك صوص بيشاميل كثيره مع الكراتان، بغى يديروها في 2 طبقات كما كتشوفوا. كتبداو دائما صوص بيشاميل، صلصه البيشاميل دائما كتبغي تخلطوها مزيان، دائما ما تحيدوش هذيك الضرب من العافيه، دائما وعلى عافيه تكون شويه، فاش كتكون في الاول مهيله كتزيدو، تزيدوها شويه فاش كديروا الحليب، باش هذيك تخلط لكم المكونات تاع الزبده والدقيق والحليب، وانتم دائما كتخلطوا في الضراب. هنا كما كتشوفوا زدت هذيك الكفته ديالي، زدت ليها القزبر والمعدنوس، البيشاميل ديالي ديجا وجدات، درت ليها خليت لها درت قدامكم، درت ليها شويه البزار، وهنا قلت لكم زدت هذيك القزبر والمعدنوس. صافي بقى لي دابا ان شاء الله البطاطا ديالي، هي طالت نص طيبه، من احسن ضروري تطيبوا البطاطا حتى تشوفوها انها دخل لها الطياب، ماشي تخليوها عاوتاني خضراء من الداخل، لان البطاطا صعيب باش تطيب لكم مع الكراتان في هذا، فاش كل شيء واجد كل شيء طايب، من الاحسن البطاطا تطيب لكم يعني ما ماشي تهرى، غير كطيب صافي كتحيدوها وكتصفيوها. هنا يعني دزت اللاطا او الاناء ديالي اللي هندخلو الفرن، دهنته بالزبده، ندهنوه بالزبده، او بغيتو ديروا داك بابي سيفوريزي تا هو باش ما يسقش ليكم، بلا ما تحتاجوا ديروا هذا. انا درت الزبده ودرت كما كتشوفوا هزت في البطاطس ديالي في الاناء، نبقاو على هذا، ندير واحد الطبقه تاع البطاطس مسلوقه. شتي كما شفتوا البطاطس دوك البطاطا اللي الى يعني الا شتو بشي بطاطا هكا تهرسات ديروها ديما لتحت، يعني ماشي مشكل ضر، يعني نتوما كتستفوا البطاطا حتى كديروا واحد الطبقه شتو بحال هكا، يعني كتضرقوا داك الطبقه ديالكم. نبقاو غاديين على هاد الحال حتى كنديروا واحد الطبقه، ومن بعد كنديروا الدنجال. نبقاو تما هنديروا الطبقه تاع الدنجال، وعاد نحطوا الكفته ديالنا فوق الدنجال.
نشدو الكفته ديالنا في هذا وكنبقاو نحطو على داك الدنجال، او تديرو تفريشه كامله هكا. كتجي هاد الوصفه رائعه والمذاق يا سلام. يعني الا جربتو هاد الكفته كتكون بالتوابل وهاد الخضار تاع الفلفل، وهذا كيجي رائع رائع مع فهاد الكراتان، البطاطا، الدنجال حتى هو كيجي زوين. ديما الدنجال حاولوا تدهنوه، ما ننساش هنايا انكم ديروا له شويه الملحه باش كتدخلوا الفرن، كديروا الملح والزيت ضروري تدهنوه بشويه الملحه باش كلشي كيجيكم الكراتان هو هذاك في المذاق. تروش الملح دائما كيبقى على حسب الرغبة ديالكم. وهكذا هندير دابا طبقة، هندير طبقة تاع البطاطس ومهنديرش طبقة تاع الدنجال، هندير هنا طبقة تاع الكفتة باش ما تجينيش الكفتة الفوق، حيت هندير صوص بيشاميل مرة اخرى، هندير صوص بيشاميل في الاخير. ندير كاع ديك الكفته ديالي دابا اللي شاطت، غنديرها في التفريشه هذه الثانيه، وهندير دابا هندير الدنجال ديالي من الفوق باش من بعد ندير داك صوص بيشاميل او صلصه البيشاميل فوق الدنجال، كتجيني ديك الطبقه مزيانه بحال هكا كما كتشوفوا. فرائع رائع، جربوها. يعني تقدروا تزيدوا شي اي خضر، تقدروا ديروا بلاصه الدنجال ديروا داك الكورجات او الكرعه خضراء، الله يعطيكني داك سميتو زوشيني كيقول لها، ولا اي قرعه حتى هي كتجي القرعه تجي زوينه في هذه القرعه. يعني رائع، جربوه وان شاء الله تعجبكم. كيبغيو الدراري يعني هكا بنادم شويه كيبدل الوصفات. وبعد فاش كندير ديك التفريشه تاع الصوص بيشاميل او صلصه البيشاميل ديالي، كنزيدو الفرماج من الفوق، اي نوع تاع الفرماج بغيتو ديرو، بغيتو شيدار، بغيتو اي موتزاريلا، اي نوع تاع الفرماج كيبقى لكم الاختيار نتوما ديروه. غندخلو دابا الطبق ديالنا في فرن على درجة حرارة 250 درجة مدة تقريبا 20 دقيقة ان شاء الله. وكيخرج الطبق هو هذا ديالي كما كتشوفوا، رائع رائع، واحد الطبق تاع هاد الكراتان ان شاء الله، نتمنى يعجبكم وينال رضاكم حبيباتي. كما كتشوفوا كيجي زوين وخفيف وكيعجب الوليدات ويعجب الكبار، فانا نتمنى يعجبكم. الى عجبكم الفيديو يعجبكم، ما تنساوش الضغط على زر صابوني اسفل الفيديو والضغط على زر لايك، ودمتم في امان الله.